حبايبي. كل يا يحيى كل يا حور. ايه ده؟ هو ده بس الاكل؟ احنا كده مش هنشبع. معلش يا حبيبي، مسح زور بس على الصبح. تاخد مربى يا حبيبي؟ ناوليني المربى يا عمي، بس لو مربى التين يا ريت. لا مفيش غير فراوله وخوخ. ذوقهم زباله حتى في الاكل. معلش بقى، ناوليني اي حاجه وخلاص. اديله الحلاوه دي يا يحيى بسرعه. كل يا قلبي. اه طبق الحلاوه ده يا حبيب قلبي. كل يا روح. حطه هنا جنب طبق علبه اللبن الجميله دي. صباح الخير يا جماعه. بتعملوا ايه؟ النوش، صباح النور يا حبيبتي. عامله ايه؟ هنكون بنعمل ايه؟ بنفطر طبعا. معقوله يا كاميليا؟ معقوله يا حبيبتي تبعتوا تجيبوا اكل من بره يا روحي وانا الاكل مالي التلاجه يا كاميليا؟ فطار ايه بس يا انجي؟ فطار ايه؟ احنا برضو نجرحك ونحرجك ونجيب فطار من بره؟ لا طبعا، دول شويه الاكل اللي كانوا عندك في التلاجه يعني. ها ولا انا كله؟ معقوله خدتوا كل خزين البيت بتفطروا بيه؟ خزين؟ خزين يا انجي؟ ده هم شويه جبن على شويه بيض على كام علبه لبن على كام علبه مربى، حاجه شقري كده. شقري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ علبه اللبن دي بتاعت عمر؟ اه ما انا عارف، قريت عليها انها مخصصه للاطفال. ولما انت قريت انها مخصصه للاطفال بتشربها ليه؟ افطر الواد المسكين ده ايه دلوقتي؟ اقصى عليكي، مش شايفاه بيبي فيش؟ بيبي 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 بيبي. هعمل ايه يا انجي؟ فتحت التلاجة لقيت اللبن الموجود فيها مش هيكفينا، قلت اخد علبة اللبن بتاعت عمر وكله لبن. يا سلام، وانا افطر البيبي الغلبان ايه ده دلوقتي؟ اعملوا له سندوتش لانشو، ولا اقول لك كلمي الصيدلية تجيب لك علبة لبن بدالها، بسيطة اهي. انتوا في ده؟ بتقولي حاجة يا انجي؟ لا يا حبيبتي، بقول الف هنا وشفا. مطرح ما يسر يهري. كله كويس يا عليكي انتي وجوزك وولادك يا روحي. ايه ده؟ دي بجاحتي. التيشيرت دي بتاعت علي جوزي. هتاكل من عليا حته صح؟ اه هتاكلك. اه بس احنا بصراحه بقى كنا جايين تعبانين قوي قوي امبارح، كسلنا نفتح الشنط، قلنا يعني ناخد حاجه من حاجتكم. ليه يا حبيبتي تكسلي ليه؟ كنت قولي لي وانا ساعدك افتح معاكي الشنط بدل ما تلبسي حاجه مش جايه على جلدك. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايب مامي. مامي ما تعملي لنا فطار على بال ما نلبس عشان نروح المدرسه. معلش حبيبتي الفطار بح خلاص، هبقى اديكي فلوس تبقي تشتري اي حاجه تفطري بيها من المدرسه. مدرسه ايه يا انجي؟ الساعه بقت 10. يا نهار اسود، الساعه 10؟ المنبه ما ضربش؟ لا ضرب، بس انا قفلته، لقيته لخمني شويه وانا بفطر فما عرفتش اركز، قفلته ودشدشته كمان. كسرت المنبه ليه؟ حرام عليك. وضرب الساعه 6 ونص وانت قفلت وانت بتاكل؟ يعني بقالك 3 ساعات ونص بتاكل؟ 3 ساعات ونص؟ يا رب يا حسين، يا رب يا حسين تزور وانت بتاكل. حسين حسين، بطلت البطاطس تعبتك يا كمية يا حبيبي. بقول لك ايه يا انجي، هو انت علي هيقعد عند مامته لحد امتى؟ ما اعرفش يا كاميليا، بتسالي ليه؟ اصلا بصراحه يا انجي ما بحبش اقعد في البيت متكتفه باللبس ده، احب يعني كده اقعد على راحتي. تقعدي على راحتك؟ اه اه كاميليا، اذا كنت انا صاحبه البيت ومش قاعده على راحتي تقومي انت؟ عايز تقعدي على راحتك؟ ايه يا انجي؟ ايه يا انجي يا حبيبتي؟ في ايه يا روحي؟ انت جوزك مش موجود انما انا جوزي موجود. ايوه يا كاميليا، بس علي ممكن يفتح الباب في اي لحظه ويدخل. يا نهار اسود يا نهار اسود، انت اتجننتي يا انجي؟ علي معاه نسخه مفتاح الشقه؟ ايوه تخيلي تخيلي، ده معاه نسخة مفتاح الشقة اللي هو عايش فيها اللي هي بتاعته. لا 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 يا انجي، ما ينفعش الكلام ده خالص. بقولك ايه، انت تاخدي منه المفتاح؟ اه يا حلاوة، يعني انت عايزاني اروح لجوزي واقول له اديني نسخة المفتاح علشان اديها لجوز كاميليا علشان كاميليا تقعد براحتها يا علي؟ لا يا انجي انت اتجننتي، انت غريبة قوي يا انجي، ما ينفعش تروحي تقولي كده لعلي. انا بصراحة اتكسر. لا وشي كسوفة قوي، امال اقول له ايه؟ بصي انت ما تقولهوش حاجه، احلى حاجه تسليتي منه. اسليته منه؟ انت بقيتي اوفر قوي يا كاميليا، اوفر في طلباتك وفي كل حاجه. انا اتخنقت. اقصى عليك يا انجي، خنقتك؟
حرام عليك يا انجي. لا لا بجد زعلتيني، ده انا حتى لسه ما فتحتش شنطتي، ده انا ما لحقتش اقعد عندك يوم. لا يا انجي انا هاخد بعضي وامشي، هو الانسان ايه يعني غير شويه كرامه؟ همشي يا انجي همشي، ولو جرى لي حاجه انا ولا ولادي ولا كنت ذنب في رقبتك. لا يا انجي زعلتني منك. خلاص بقى خلاص بقى يا كاميليا، خلاص خلاص صعبتي عليا، خلاص خلاص انا لو منك امشي، والانسان ايه غير شويه كرامه؟ امشي يا كاميليا امشي. ايه يا انجي؟ بهزر معاكي بهزر معاكي يا كاميليا. خلاص خلاص حبيبتي هشوف موضوع المفتاح. حاضر حسلته منه. طب الاقيش بقى عندك حاجه قط؟ عندي كومبينيزون مقور هجيبهولك اهو. احسبيها بايدك. ماشي اهو، 50+50 يساوي 700. 700 ايه؟ 100 اهي قدام عينك اهي، 100. هي دي واحد ولا سبعه؟ دي 15. عرفت بقى ان انت اللي غلطان؟ ايوه انا اسف، حقك عليا انا اسف. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. يا مساء الهنا والفل. يا مساء السعاده والجوده والجمال والحلاوه كلها، طلبات كل يوم. يا بنت ساعديني. لا عايزه كل حاجه اختها لا توجذر زي بعض. الطقطقين عينيا. لا يا اختي، هو انتوا جالكوا ضيوف تاني ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، هما نفسهم، هما بس ما يعرفوش غير حاجتين، باب التلاجة وباب الحمام. يملوا ويفضوا، يملوا ويفضوا، يملوا ويفضوا. وانا والعيال يعني محتاسين مش لاقيين حاجة ناكلها، يعني قلت نزود شوية يمكن نلحق لقمة ولا لحسن جبنة. اخي لا 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 بجد الله يكون في عونك يا حبيبتي، والله صعبتي عليا قوي. ربنا ربنا يزود لك ضيوفك كمان وكمان. في ايه يا شعبان؟ انت كده مش بتدعي لي، انت بتدعي عليا. انا لا ده ولا ده، انا بدعي لنفسي انا وايبه حبيبتي. انت وايبه حبيبتك ازاي بقى ان شاء الله؟ علشان كل ما ضيوفك تزيد وتكتر، كل ما الدرج ده يتملي فلوس. اكوام 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 اكوام، وده كمان، وده اكوام 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 اكوام، وده كمان اكوام اكوام، ونبقى اغنياء اكتر ما احنا اغنياء. كوين كوين تهزي. معلش يا شعبان معيش كاش. اتفضل. بقول لك اكوام اكوام. ايه دي؟ ادي ايه دي؟ الفيسا. خدي حبيبتي دخلي الباسورد. ادخل باسورد؟ هنا؟ للفيسا؟ طبعا. مثقفة طول عمرك يا هبة. سلام. خدي. هنا؟ الو؟ ايه وصل؟ قال لك وصل؟ وصل. سحبت؟ سحبت. هاتي حبيبتي. انتي متأكدة ان الفلوس جت؟ ايوه. استنى اتفضلي ادي ريسيتو. سلام. طيب ريسيتو بالعافية بقى. يا ريت تخلي مغاوري يطلع لي الحاجة على فوق. ماشي بس كده هزود اكسبنسز انشورنس. ايه يا حبيبتي؟ هزود المصاريف يعني. انتي بتفهمش انجليزي ولا ايه؟ لا حاضر طبعا. مش على الفيسا؟ طبعا. بصي اصل انا بصراحة لقيت الباسورد. لا براحتك خالص، زودي اللي انتي عايزاه. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. السلام. انت متاكده ان الفلوس جت لنا؟ طبعا يا ابني، دي خلاص دخلت على 0900. حبيب قلبي يا بيبو. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ لا انا مش عايز اعرف، انا عايز اقول لك انت على حاجه. المكتب ده له حرمه. ازاي تقولي لها تدخل وتقعد من غير ما تستاذنيني؟ ايه ده؟ ايه سوري ده؟ ماما علمتك كده؟ بلاش ماما، بابا علمك كده انك تاكل من اكل الضيوف؟ طب ما انا عامل ايه؟ ما انا جعان قوي، وبعدين انا صاحب بيت. وبعدين انت اكلت طنط كاميليا وحور ويحيى وقلت لنا احنا بعدين، بعدين امتى ده؟ مش طنط كاميليا وحور ويحيى دول ضيوف؟ طيب الضيوف ياكلوا الاول وبعد كده صاحب البيت. ناويين بقى ايه؟ في البيت اللي هناك ده، وانت روح ناويني الحركات اللي هناك دي. ايه بتاكل في سفرة التجربة الدنماركية؟ ايه ده كله؟ ايه ده؟ انت خدتي بالك؟ اصل انا بحب اقلدهم قوي في مشهد الاكل. الاستاذ يوسف معادي كان كاتب سفرة تجنن، تسلم ايده عليها والله. تسلم ايده.
طب وبالنسبة لبرنامج مطبخ الهنا اللي ورا ده بيعمل ايه هنا واحنا في اخر الليل؟ ما هم دول بيعملوا لي شوية طواجن هاخدهم معايا اوضة النوم عشان ساعات وانا نايم كده بقلق ابقى جعان او ملاقي الطاجن اكله على طول. بتاكل طواجن وانت نايم؟ اه. لا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا يا ولادها تعالوا لحسن عمو الزومبي ده ياكلكم. منك لله، منك لله يا حسين، منك لله يا كاميليا. كلي اخطف اي حاجة اخطف. واحد بنت عبكة والله بقالي اكتر من يومين في وجع القلب ده. يا حبيبه قلبي يا انجي الله يكون في عونك يا حبيبتي. مش عارفه اقول لك ايه، انا والعيال مش عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نخش الحمام لا مؤاخذه ولا اي حاجه. وعلي الندل طلع لسياد امه فوق. طب وماله؟ بقول لك ايه بقى، اطلعي انت كمان عند امه فوق وقعدي على نفسهم. يا سلام. اه يا اختي انا وسياده مع بعض توجذر نيفر. حبيبتي انا وسياده ما ينفعش مع بعض خالص، ما بنقفش على بعض. لا وبعدين عارفه لو العيال طلعوا لها مش عايزه اقول لك هتطردهم هم وعلي بره البيت. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه ده، ايه النداله دي؟ يا طب هتعملي ايه يا حبيبتي؟ قولي لي ايه العمل. العمل وانا عندي فكره كده يعني بفكر فيها. قولي يا حبيبتي قولي. هي فكره لطيفه يعني معقوله. بجد؟ اه مجديه. طب قولي روحي قولي خدي راحتك. بعد اذنك يعني يا جوجو بفكر ان انا والعيال يعني نيجي نقعد عندك هنا يومين كده لحد ما يمشوا هم. ايه يا حبيبتي تقعدي فين؟ مش سامعيني؟ لا مش سامعة. نيجي نقعد عندك هنا في البيت انا والولاد لحد ما كاميليا وجوزها يمشوا كده. عند مين يا حبيبتي؟ عند مين عايز تقعدي؟ عند مين؟ عندنا طبعا. لا يا حبيبتي بصي خلينا حبايب واصحاب. اه انا بقول لك ايه، سمير كبر في السن وانا على وشك ان اكبر في السن. ايه زي فشر انتي ده، انتي فله الفلل. ولا ومش هتقعدي برضو عندي. انا وسمير كبرنا في السن وبنحب نعيش كده في هدوء، ما بنحبش الدوشه ابدا ولا الزيطه حوالينا. الله يا سلام. امال فين ايه النداله دي اللي قلتيها لي من شويه؟ يعني كما قال احد الحكماء، عيش ندله تموت مستور. صباح الخير. انتوا التلفزيون صح؟ ايوه فندم احنا على الهواء. خير قوي خير. انا عايزه اشارك. حضرتك عارفه الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ مش مهم خالص الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. الحقيقه انا عايزه اتواصل مع جماعه الرعب والتهديد اللي بعده جواب بالتهديد للضابط اللي اسمه حسين. فوقوا لنفسكم شويه يا مدام. ما ينفعش كده، احنا على الهواء. وماله، ده حلو قوي ان احنا على الهواء. في الحقيقه انا عايزه اقول لهم يفوقوا لان هو قاعد عندي في البيت، حسين وكاميليا مراته وبنتهم حور وابنهم يحيى. وبعدين انا ساكنه هنا في الدور الاول عند اولاد الناظر السوبر ماركت باداره شعبان، ومراته هبه وبنتهم ملهاش لازمه، ويا ريت تاخدوا شعبان ومراته معاهم كمان. يا مدام ما يصحش كده. لا يصح يا حبيبتي يصح. يعني ايه ما يصحش؟ اشمعنى يعني هو يصح ان كاميليا تلبس قمصان النوم بتاعتي وبعدين حسين مخلص على الاكل اول باول وعياله بقى محتلين الاوضه بتوع عيالي والعيال بيناموا على الارض؟ عارفه يعني ايه بيناموا على الارض؟ لا مش هسيب المايك بقى غير لما اقول لهم على فكره احنا مستنيينكم تيجوا تقبضوا عليهم تشوفوا شغلكم شويه. حرام عليكم، انتوا ضيعتوا سمعه الارهاب، ضيعتوا سمعه الارهاب. فوقوا بقى، الارهاب مش لعبه. اتفضلي. انا اسفه جدا. السلام عليكم. خيانة. شفت صاحبتك كاميليا؟ شفت صاحبتك عملت فيا ايه؟ بتبلغ عني. اهدى بس يا حسين، هنعمل ايه بس؟ مش دي شقتها؟ وربنا ما هدخلها بيتها ده تاني، وهشمع لها البيت ده كله بالشمع الاحمر. بابا احنا عايزين نقول لك على حاجه. قول في ايه؟ احنا يا بابي خايفين لحسن تضرب. ما انت لو ما قلتوش انا هضربكوا برضه. اهدى اهدى بس يا حبيبي، اهدى يا حسين. قلت لك 100 مره خلي الولاد تحبك. شايف خايفين منك ازاي؟ هتقتل يا كمالي، هتقتل وتقولي اهدى. معلش يا حبيبي. عموما حاضر ماشي اهو. ها عايزين ايه قبل ما اموت؟ ومش هعمل لكم حاجه. طب احلف. وحياه ابو زحلف. ها 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 والله ما هعمل لكم حاجه. بصراحة يا بابي احنا اللي كتبنا الجواب بتاع التهديد وحطيناه قدام الباب عشان تشوفه.
انتوا يا نهار ابوك اسود، ده انا كنت هعملها على نفسي وانا بقرا الجواب، وعملتوا كده ليه؟ ما انت يا بابا مش بتعمل حاجه غير اللي انت بتخوفنا، فقلنا نخوفك مره عشان تحس بينا. يا ولاد الحسين. ماشي. عموما يا ولاد انتوا ادتوني درس عمري ما هنساه في حياتي، وبعد كده مش هعمل لكم حاجه تاني ابدا. ايه ده حسين؟ ده في جواب؟ لا ما تهزروش تاني بقى الهزار التقيل ده. والله ما احنا يا بابي. احي ازاي نحط واحنا قاعدين قدامك دلوقتي؟ صحيح احي تاني، اقري الجواب يا كاميليا بسرعه. حاضر حاضر يا حبيبي. احي تالت. في ايه؟ دول بيهددوك يا حسين، انجي عرفتهم مكانك يا حسين. صوت عليا يا كاميليا. يا لهوي. شفت بقى ان فكره جواب التهديد ده جابت نتيجه. برافو عليك برافو عليك يا سموره، فكره عبقريه. انا اللي صيغت الكلام، ايه رايك؟ صياغه ما حصلتش. انا صايغ كبير قوي قوي. مفيش اصيغ منك. روحوا بقى ريحوا في شقتكم عشان ايه ما نعملش زيطه هنا. طيب بقول لك يا سموره، انا بفكر ان احنا يعني النهارده نبات عندكم كمان، لان الشقه مبهدله قوي وعلى ما اجيب حد ينظفها وكده. نعم. انت بتكلمي مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومش سموره كان واقف هنا اتبخر ولا ايه؟ قفل في وشنا اول ما عرف انك انت عايزه تبيتي عنده تاني. صراحه عنده حق، يا بخت منظره غار. خرجوا